بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم الجهاد في الإسلام من دروس التربية الإسلامية للصف التوجيهي، سواء كان التوجيه الأدبي أو العلمي. قبل ما نبدأ في الكلام عن الجهاد في سبيل الله من حيث عناصر الدرس، بدنا نعرف أن الجهاد في سبيل الله بحد ذاته ليس هدف، إنما هو وسيلة. وسيلة لها أسباب، لها أهداف، لها أغراض. أغراضها ضبط الأمن في الحياة العامة، ضبط أمن الدولة الإسلامية، حماية الدولة الإسلامية من أي عدوان خارجي، تخليص الأرض من الفساد، فتح البلدان لدخولها في دين الله أفواجا. هذه بعض الأغراض المتعلقة أو الأهداف اللي بتكون متعلقة بالجهاد في سبيل الله كوسيلة. لذلك الإسلام في قضية الجهاد في سبيل الله مش هدفه أنه يقتل، ليس هدفه أن يحارب، إنما هو وسيلة لأن يبث الحياة الآمنة المطمئنة في نفوس الناس. لذلك الإسلام ما بيقاتل الكفار ككفار، إنما يقاتل صنف واحد من أربع أصناف من الكفار. أصناف الكفار هم أربعة في علاقتهم مع المسلمين. عندنا المعاهد اللي بينه وبين المسلمين معاهدة، هذا لا يقاتل. عندنا المستأمن اللي بينه وبين المسلمين عقد أمان، هذا أيضا يعني بيدخل بلاد المسلمين بعقد أمان، هذا أيضا لا يقاتل. المعاهد أو عفوا الذمي، يعني الكافر اللي بيعيش في بلدان المسلمين واحد من رعاياهم، ايضا هذا لا يقاتل. اذا من الذي يقاتل من الكفار؟ هم المحاربون، المحاربون فقط، المحاربون ومن يعين المحاربين. لذلك يعني الاسلام ليس هدفه القتل، الاسلام هدفه ان ينشر العدل والخير والامن والاستقرار في هذه الارض. طيب، ابتداء بدنا نتعرف على في الجهاد في سبيل الله كيف الاسلام نظم العلاقات الدوليه. الإسلام إنه منظم العلاقات الدولية على وفق مبادئ. من هاي المبادئ إنه واحد، جعل الحال الأصلية والأصل في التعامل مع الناس السلم. الله بقول وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. لماذا جعل الأصل السلم؟ حتى يحافظ على أموال الناس وعلى دماء الناس وعلى أعراض الناس، يعيشوا بأمان واطمئنان. طيب، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني إنه نفسه الجهاد أو إعلان حالة الحرب أو إعلان حالة القتال إنما تكون في حالات استثنائية، مثل ما قلت قبل شوية. إيش هي أغراض الجهاد؟ بسبب مثلا إنه موجود في ظلم، الجهاد بده يكسر الظلم ويقضي على الظلم. مثلا بده يدخل الناس في دين الله فيفتح البلدان ليمنحهم الحرية الكاملة حتى يختاروا الدين، في حال إنه كانوا مضغوطين من دولهم مش سامحين لهم تدخل في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين وهكذا. أيضا في حالة استثنائية، الجهاد أو إعلان القتال أو إعلان الحرب هو حالة استثنائية وليست حالة أصلية. الحالة الأصلية هي السلم. إذا منقول واحد، المبدأ الأول إنه الأصل في التعامل، الأصل في بناء العلاقات الدولية القائمة على السلم. اثنين، الحرب حالة استثنائية في حال صار في عدوان على بلاد المسلمين أو إنه صار في نقض معاهدات وما شابه ذلك. طيب، أنواع الجهاد. بدنا نتعرف، قبل ما نتعرف على مفهوم الجهاد لازم نعرف إيش هي أنواع الجهاد. إحنا عندنا أنواع الجهاد كثيرة جدا، يعني ترى في بعض العلماء عدها فوق 14 نوع. في جهاد النفس، الإنسان يجاهد نفسه يصلحها. في جهاد الشيطان، إن الشيطان الشبه وسوس لك أنت بتضاده. في جهاد العصاة، إني بأمرهم بالمعروف بنهاهم عن المنكر. النوع الرابع من أنواع الجهاد اللي هو جهاد المعتدين المحاربين، وهذا نفسه كمان الأخير له أنواع. له أنواع عندنا أربعة. النوع الأول الجهاد بالنفس، إني نفسي أروح أرميها في المعركة وتجاهد وتدافع وتحمل السلاح وتقاتل. هذا بكون كمان الجهاد بالمال، يعني أدفع مالي في تجهيز الغزاة، في دعم المجاهدين، في دعم المسلمين في الحروب. أيضا بالكلمة، مثل أن أعطي خطابة، أعطي شعر وما شابه ذلك. أيضا إعانة المقاتلين، نقوم مع يعني أقف في ظهر المقاتلين، أعينهم في شغلات كثيرة راح أجي عليها كلها بإذن الله تعالى. خلينا نجي على مفهوم الجهاد في الإسلام. الجهاد في الإسلام
له مفهومين. أول لو قلنا إيش أنواع الجهاد من حيث المفهوم أو من حيث المعنى في الإسلام، منقول في عندنا معنى عام وفي عندنا معنى خاص. المعنى العام للجهاد في سبيل الله، مفهوم الجهاد أول منقول المعنى العام، يعني لو جاءنا سؤال بيّن مفهوم الجهاد بالمعنى العام بذكر له إياه، أو بيّن مفهوم الجهاد بالمعنى الخاص أو الاصطلاحي بذكر له إياه. ممكن يقول بيّن مفهوم الجهاد بذكر له، واحد الجهاد بالمعنى العام معناه كذا، واثنين الجهاد بالمعنى الخاص معناه كذا. الجهاد بالمعنى بالمفهوم العام هو بذل المسلم طاقته ووسعه للالتزام بتشريعات الإسلام. الجهاد بذل طاقة، أفكار، احنا اتفقنا نحفظ التعريفات، بذل طاقة. إيش هاي الطاقة؟ مشان ألتزم بتشريعات الإسلام. طيب تشريعات الإسلام شو هي أصلاً؟ تنقسم قسمين، أمر من ربنا بتبعه ونهي من عند الله عز وجل ببتعد عنه. لذلك منقول هو بذل المسلم طاقته في الالتزام بتوجيهات الإسلام بالامتثال أوامر الله والابتعاد عن نواهي الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن هذا المفهوم: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده. طب كيف بتحقق بالمعنى العام؟ بدي أرجع على هذول الأمور، على هاي الأنواع، هاي الأنواع الثلاثة مثلاً، هذه الأصلية في المعنى العام. هذا الجهاد المعتدين المحاربين هو نوع رابع، الجهاد بالمعنى الخاص، لكن بدخل في مضمون الجهاد بالمعنى العام، في مضمون، يعني لما بدي أعد الأنواع بعد هذا واحد منهم وبجيب هذول كمان كله مع بعض. لما قلنا أنواع الجهاد بجيب واحد اثنين ثلاثة أربعة، والأربعة بتنقسم لأنواع، واحد اثنين ثلاثة أربعة كله بذكر هذا الحكي. طيب بإيش بتحقق؟ مثلاً منقول جهاد النفس، وذلك بإصلاح هذه النفس، إني أصدها عن الهوى، تمام؟ هذا واحد. جهاد الشيطان بعدم الانصياع لوساوسه، إني أضاد الوساوس، ها؟ ما أرد عليه. جهاد العصاة، وذلك ببيان أخطائهم وإني أقول له هذا خير تبعه وهذا شر ابتعد عنه، وذلك بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الآن الجهاد بالمعنى الخاص، الجهاد بالمعنى الخاص إيش هو؟ القتال، يعني هذا المعنى الخاص، القتال يتعلق بمحاربة المعتدين، بمحاربة المعتدين المحاربين. احنا قلنا انه الناس اللي بقاتلهم الإسلام اللي هو المعتدي المحارب كذا، اللي بينشر الشر في الأرض. إذن هو قتال المعتدين وما تبذله القوات المسلحة من الحفاظ على أمن البلد من أي عدوان خارجي، تمام؟ هذا معنى الجهاد بالمعنى الخاص، هو قتال المحاربين، ها؟ مثلا محاربة المعتدين أو المحاربين، وكمان قيام القوات المسلحة اللي هو الجيش بحفظ أمن البلد من أي عدوان خارجي. وبكون هذا الجهاد بالمعنى الخاص بأمر من رئيس الدولة اللي هو ولي أمر المسلمين، هو اللي بأمر بهذا الجهاد بالمعنى الخاص. لكن في حال استثنائية، هذا فقط للثقافة، إنه الجهاد بالمعنى الخاص منخرج منه قضية إنه والله ينتظر مثلاً أمر رئيس الدولة أو ولي أمر أو أب أو أم أو كذا إلى غير ذلك، إذا صار في اعتداء على البلد، إذا صار في هجوم مباشرة، هذا بسموه جهاد الدفاع. إذا بدي أقوم بدون ما أنتظر أي أمر أو ما شابه ذلك. طيب هذا ما يتعلق بمفهوم الجهاد بالمعنى الخاص. بمن أنيطت مسؤولية الجهاد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، له المفهوم الخاص. لما نقول جهاد بالمفهوم الخاص مباشرة بين قوسين القتال، بمن أنيطت؟ يعني من مين اللي مكلف فيها؟ الجيش. عمر بن الخطاب إيش سوى؟ أنشأ دار للجند. طب اليوم بمن تناط؟ أيضا تناط بالجيش، وكذلك ممكن إنه يستعينوا بغيرهم من الكوادر، من بغير الجيش من الكوادر، حتى أنهم يدفعوا العدو يتحاروه عن بلاد المسلمين. طيب مين هو اللي بيعلن الجهاد بالمعنى الخاص؟ إلا هو رئيس الدولة. القتال قلنا إنه بيعلن رئيس الدولة بالمعنى الخاص، وليس للأفراد أن يمارسوه بلا ضابط. ليش؟ ليش الفرد؟ يعني مثلا أنا وأنت وكذا، مش احنا اللي بنعلن، لا، اللي بيعلنه ولي الامر. وذلك لانه بعض الناس ربما يدفع تصوره القاصر لمفهوم الجهاد الى اعمال غير صحيحه وغير منضبطه بضوابط الشرع واخلاق الاسلام تحت اسم ايه؟ الجهاد. انه بروح بيعمل اعمال تحت اسم الجهاد، بس هي مش منضبطه، لا منضبطه بضوابط الاسلام ولا هي متخلقه باخلاق الاسلام. طيب الان بدنا نشوف مراحل تشريع الجهاد بالمعنى الخاص، مراحل تشريع الجهاد بالمعنى
الخاص، هو ممكن يقول بين مشروعية الجهاد، أو متى شرع الجهاد بالمعنى الخاص، أو مرت مشروعية الجهاد بالمعنى الخاص في مراحل، وضح ذلك. اكتبها بالطريقة هاي، واحد في مكة المكرمة أو في المرحلة المكية، اثنين في المرحلة المدنية. في المرحلة المكية هل شرع الجهاد؟ لم يشرع الجهاد بالمعنى الخاص في المرحلة المكية. طيب إيش كانوا يسووا العاد في مكة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على معاني الإيمان، هذا واحد. كان يربيهم على العقيدة والفكر والأخلاق، هذا اثنين. كان أيضاً مأمورين من ربنا سبحانه وتعالى إنهم ما يردوا على اعتداءات المشركين، على اعتداءات قريش، مأمورين بالكف والإعراض. ضربوكوا، قتلوكوا، حبسوكوا، اعتقلوكوا، أنت اعرض ولا تمد إيدك ولا تسحب سيفك ولا تسحب خنجرك، أنت ظلك كاف إيدك ومعرض عن أذاهم والصفع عنهم وعدم قتالهم. إذن هذا في المرحلة المكية. طبعاً واحد ممكن يقول ليش؟ لأنه مضاعف كانوا في مكة. يعني لو أنه واحد سحب السيف وتهجم أهل مكة وبقلبوا اللي برا مكة وبقول شفتوا كيف أنه هذول الناس اللي جايبين بدين جديد جاءوا مشان يقاتلونا، وبالتالي بقلبوا عليهم الناس وبقلبوا الرأي العام عليهم وبنهوهم في مكة من حيث لا شعر. لكن لما أنهم ما ردوا واستجابوا لأمر ربنا سبحانه وتعالى بكف الأيدي والإعراض عن اعتداءات المشركين، كسبوا الرأي العام العالمي. طيب هذا في مكة المكرمة، هذا ما شرع الجهاد. في المدينة المنورة شرع الجهاد بالمعنى الخاص. متى؟ إنه ظلت قريش حتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، ظلت قريش تودي ناس ويتحرك شوف النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرك شوف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعتدوا عليهم باستمرار، دائما يعتدوا عليهم باستمرار. وكمان بالمقابل إيش صار؟ صار في قوة للمسلمين. طيب في مكة ما كان في قوة وكان في اعتداء، كفوا أيديكم اعرضوا عنهم. طيب في المدينة لحد الآن بعدهم بيعتدوا لكن في قوة، إذا الآن القوة هذه يجب أنها تستعمل. لذلك الله عز وجل شرع الجهاد في سبيل الله في المدينة المنورة لما أنه استمرت قريش في اعتداءاتها وقوية شوكة المسلمين وصار عندهم جيش، بالتالي الإسلام شرع الله سبحانه وتعالى أذن بالقتال. قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا طبعا واحدة من مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله. إذن هو شرع وين؟ في المدينة ولا في مكة؟ شرع في مكة. طيب هذا التشريع نفسه اللي لما شرع، أو عفوا شرع في المدينة، هذا التشريع الجهاد، ضوابط وأحكام تشريع الجهاد بالمعنى الخاص، أو متى يصير الجهاد بالمعنى الخاص واجبا وجوبا عينيا، خلينا نشوف شو الضوابط. يعني في عندي سؤالين ممكن يكون، ممكن نقول شرع الجهاد بالمعنى الخاص له القتال ضمن عدة ضوابط وأحكام شرعية، بين أربعة منها. أو ممكن أقول لك متى يصير الجهاد بالمعنى الخاص واجبا وجوبا عينيا. خلينا نشوف هاي الحالات. في عندي أربع حالات. الحالة الأولى بصير الجهاد واجب على جيش الدولة في حال الاعتداء عليها. إذن واجب وجوب عيني، الجيش لازم يقاتل في حال الاعتداء عليها بما يراه محققا لمصلحتها، وذلك حينما تسود حالة الحرب وما في أمل بالصلح، فلا وما في مجال ليبقى حالة السلم. هنا المفروض بالجيش الآن أنه فرض عيني عليه، لازم أن يقوم في مثل فرض الصلاة أن يقوم بالجهاد في سبيل الله وصد هؤلاء الناس. هذا واحد. الأمر الثاني الحاكم ولي الأمر إذا أعلن النفير العام أو استنفر مجموعة معينة للجهاد بدهم يجاهدوا، بدهم يستجيبوا لأمر ولي الأمر في هذه القضية. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهددهم الله سبحانه وتعالى قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إذن في حال أنه أعلن الحاكم النفير العام يلا يا أمة قومي قاتلي، بدك تقوم تقاتل، هذا فرض مثل فرض الصلاة. أو أنه استنفر مجموعة معينة مثلا للواء الفلاني من قطاع القوات المسلحة بقيادة فلان يلا اهجموا أو روحوا قاتلوا، إذا صار في عندي فريضة معينة. الأمر الثالث إذا اعتدى عدو على بلد من بلدان المسلمين أهل هذا البلد نفسه، احنا قبل شوي قلنا الجيش تمام، الآن نقول كمان أهل البلد نفسه لازم يقاتلوا ويدفعوا الأعداء بكل وسيلة من الوسائل، ويجب على بقية المسلمين وجوب عيني إنهم يساعدوهم بالمال والسلاح والأنفس حتى تتم هزيمة العدو ودحره.
يعني والله مثلا هذا البلد المسلم هجم عليه الاعداء، دخلوا عليه، هذول اهل البلد بدهم يقاوموه، اهل البلد وجيشهم. طيب ما قصرت فيهم، ما مش قادرين يقاوموا، يجب علينا احنا المسلمين. شو بدهم مثلا؟ ايش محتاجين؟ مال، هاي مال. محتاجين سلاح، هذا سلاح، هذا وجوب عيني بصير علينا. طيب لا، احنا مش محتاجين لا مال ولا سلاح، احنا محتاجين ناس، محتاجين انفس. بدنا نقدم إلهم غصب عنا في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فرض عين مثل فرض الصلاة. طيب الحالة الرابعة، ها بصير فرض عيني لما نكون جوا المعركة. الجند اللي جوا المعركة الآن الجهاد فرض عيني عليه. إيش يعني؟ طيب ما هو قاعد بجهاد، ليش أقول فرض عيني؟ يعني بقول إنه ممنوع إنه يفر من المعركة، ممنوع يفر من المعركة. ليش ممنوع يفر من المعركة؟ لأنه إذا فر من المعركة وانسحب بسبب هزيمة نفسية للمسلمين للجيش الإسلامي، وبالتالي هو كمان كبيرة من كبائر الذنوب. الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تفر، خلاص أنت الآن في أرض المعركة، واجب وجوب عين عليك، فلا تولوهم الأدبار. طيب وبعد النهي قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا فريت من المعركة، فريت من المعركة هون في هذه اللحظة، إله عذاب شديد من الله سبحانه وتعالى، توعد رب العالمين غضب ومأواه جهنم وبئس المصير. الله قال: إلا متحرفا لقتال. شو معنى متحرفا لقتال؟ يعني بنكر، يعني بنصب كمين، بفرق قدام العدو عشان العدو يلحقه، وبنصب له كريم، بنصب له كمين احترافية، أو إنه بفر حتى أن يوقعهم بكمين معين منصوب لهم من قبل المسلمين بخطة مدبرة، أو متحيزا إلى فئة، يعني إنه انتقل من هذا الفريق إلى فريق ثاني في الجهاد في سبيل الله. هذا ما بيعتبره فار، لأنه هو ما فر من الجهاد، إنما راح انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر في الجهاد في سبيل الله، طبعا حسب ترتيب القائد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، يعني من الكبائر، ومنها قال التولي يوم الزحف، يوم المعركة، إن الواحد يتولى ويفر من أرض المعركة. إذا هذه ضوابط وأحكام التشريع، أو متى يصير الجهاد واجب وجوب عيني، بكون عندي نفس الجواب عندي اللي هي أربع نقاط. أيوة، إحنا حكينا بالمقدمة إنه الجهاد مش هدف، لكن إله أهداف، هو وسيلة إله أهداف، أو إله أسباب أو إله حكم. بدنا نشوف إيش هاي الأسباب أو إيش هاي الحكم، أو شرع الإسلام قتال المعتدين المحاربين الجهاد مع الخاص لحكم أو لأسباب أو لهدف كثيرة. بدنا نشوف اثنين منها، بين اثنين منها. منقول: واحد، دفع عدوان المعتدين المحاربين، الدفاع، محاربين وهجموا، الدفاع. إذا هذا هدف، إنه الدفاع عن الأرض، الدفاع عن العرض، الدفاع عن الدين، الدفاع عن النفس، ورفع الظلم عن المستضعفين. إذا رد عدوان المعتدين المحاربين ورفع الظلم عن المستضعفين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ليش ما بتقاتلوا؟ وهذول مساكين الأضعاف من الرجال والنسوان والولدان، بيستغيثوا بيقول: يا رب اطلعنا من الأرض الظالمة، أرض ظلمت، يجب أنك ترفع الظلم عن المستضعفين. هذا الأمر الأول. اثنين، حماية الدين والأوطان والمجتمعات، حماية الدين والأوطان والمجتمعات. ليش طيب؟ ليش هذا يعتبر واحد من الأهداف أو الحكم؟ لأنه الجهاد يا شباب ضرورة من ضرورات الحياة الإسلامية، ولا تستطيع الأمة أنها تحمي دينها ولا تصون كرامتها ولا تحافظ على أرضها ووطنها من غير أنها تمتلك القوة والجهد. مش مستحيل، أمة ضعيفة ما بتقدر تحفظ وطنها، يعني بتضيع منها فلسطين يوم، يوم ثاني بتضيع منها العراق، يوم ثالث بتضيع منها سوريا، يوم بعده بتضيع منها اليمن كذا، لأنها أمة بتكون هزيلة، أمة ضعيفة. لكن الأمة لما تكون قوية هنا ما أحد يستطيع ويجرؤ أن يقترب من ساحتها. لذلك منقول أنه الجهاد ضرورة من ضرورات الحياة الإسلامية، لأن الأمة مستحيل أنها تستطيع أنها تحمي كيانها وتحمي دينها وتحمي وطنها وتحمي ما شابه ذلك الأموال والأعراض إلا عن طريق القوة، وأن يكون لها جيش قوي. إذن هذا الحكم اللي للجهاد في سبيل الله، منقول حكم أو أسباب أو أهداف نفس الوجه، نفس الجواب. ليش؟ شو أسباب شرع الجهاد؟ هذول الثنتين اللي حكينا نقول شوي. إيش الحكم؟ نفس الشيء. إيش مثلا الأهداف؟ نفس الشيء. شرع الجهاد في سبيل الله، بحكي هذول الثنتين، علل ذلك، بحكي هذول الثنتين. طيب الآن
في الجهاد نفسه في ناس بقع في أخطاء، أخطاء تجاه الجهاد في سبيل الله. طيب إيش هاي الأخطاء؟ خلينا نشوف لنا اثنين من هالأخطاء هاي. الخطأ الأول إنه إطلاق مفهوم الإرهاب على الجهاد، إطلاق مفهوم الإرهاب على الجهاد. يعني سأصير كل ما أقول مثلاً جهاد بصعب أجيب الإرهاب بحطه معه، وهذا خلط مو طبيعي. ليش طيب؟ ليش هذا الخطأ بقع فيه الناس؟ لأنهم لا يفهمون الشريعة الإسلامية فهماً صحيحاً، مش فاهمين القضية. القضية لازم نعرف إنه الحقيقة إنه الإرهاب يقوم على الظلم والعدوان. الإرهاب عليش بقوم؟ ظلم وعدوان. بيجي هالإرهاب ناس بتقاتل، بتنزل على ناس بتقاتلهم ليش ولا شيء، ظلم، بدهم يسفكوا دم، بدهم يهتكوا أعراض، بدهم يغطوا أموال، عدوان هيك حابين يعتدوا. طيب الجهاد، الجهاد يهدف إلى رد العدوان ورفع الظلم. شوفوا الإرهاب فرق شاسع، الإرهاب بقوم على الظلم والعدوان، بينما الجهاد يقوم على رد العدوان ورفع الظلم عن المستضعفين. إذا هذه قضية، إذا خطأ الناس إنهم يخلطوا ما بين مفهوم الإرهاب وما بين مفهوم الجهاد في سبيل الله بسبب جهلهم بحال الشريعة الإسلامية. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان السيد في الجهاد وقائد في الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني إنهم يقوموا بأعمال معينة باعتبارها من الجهاد، وهي في حقيقتها بتتعارض مع مفهوم الجهاد ومع أهداف الجهاد، وبتكون فيها اعتداء على النفس التي حرم الله قتلها، وتعدي على السيادة العامة للدولة الإسلامية، تعدي على السيادة العامة للدولة الإسلامية. إذا القيام بأعمال باعتبارها أنها جهاد وهي مش من الجهاد، ولا بتتوافق مع أهداف الجهاد، وهي بتكون اعتداء، صارت اعتداء على الأنفس، الأعراض، الأموال، وكذلك اعتداء على سيادة الدولة. خلينا نشوف بعض هذه الأعمال. مثل إيش؟ مثل الاعتداء على الأجانب والسياح. اثنين، الاعتداء على المستثمرين التجار اللي بيجوا لبلاد المسلمين. ثلاثة، الاعتداء على موظفين السفارات الذين يزورون البلاد الإسلامية. أربعة، الاعتداء على المنشآت الخاصة أو العامة أو المؤسسات بالتفجير أو قتل أي فرد من العاملين فيها. خمسة، الاعتداء على غير المسلمين من الأجانب في بلادهم. كمان برضه ممكن نقول الاعتداء على المسلمين، يعني والله أني أصحاب السيف وبلش أقتل الفتاوى وكذا وإلى آخره، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله. طيب لو سألت سؤال الآن حسب اللي حكيناه قبل شوية، إيش الفرق بين الجهاد والإرهاب؟ ممكن يجيك هذا السؤال، ما الفرق؟ وضح الفرق بين الجهاد والإرهاب. بقول الإرهاب يقوم على الظلم والعدوان. شوف ثنتين قلتين، الجهاد يقوم على ظلم عدوان، الإرهاب يقوم على الظلم العدوان. الجهاد رد الظلم، ها، رفع الظلم ورد العدوان، رفع الظلم رد العدوان. الإرهاب ظلم عدوان، الجهاد رفع الظلم رد العدوان. طيب هذا لما يصير في عندنا الخطأ، القيام بأعمال باعتبارها من الجهاد وهي مش من الجهاد، في حق الاعتداء على الأنفس مثل الاعتداء على السياح، على المستثمرين غيرهم. طيب شو أثرها هذه؟ بنتج عنها أثرين. إنه هذا أول شيء اعتداء على النفس التي حرم الله، والاعتداء على النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى وقتلها بكون الإنسان كأنه قتل أهل الأرض كلهم. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، عشان يفسد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك ذكرنا في قصة ابني آدم، إنه ابن آدم القاتل الله سبحانه وتعالى كتب عليه مثل ذنب كل قاتل من بعده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها، لأنه أول من سن جريمة القتل. إذن هذا الأثر الأول، أنه اعتداء على النفس التي حرم الله قتلها. الأثر الثاني أنه تعدي على السيادة العامة للدولة، تعدي على السيادة العامة للدولة. أنواع الجهاد بالمعنى الخاص، أنواع الجهاد بالمعنى الخاص. طبعا احنا قلنا انه انواع الجهاد 1 2 3 4، هذا هو اللي بالمعنى الخاص، هذا نفسه اللي بالمعنى الخاص، يعني هذا داخل في مضمون الجهاد بالمعنى العام. من انواع الجهاد بالمعنى العام، هو من انواع الجهاد بالمعنى العام الجهاد بالمعنى الخاص، وهو جهاد المعتدين المحاربين، وهو عدة انواع. في سؤال
ممكن يعني هذا السؤال يزال طبعا، يجي عدد انواع الجهاد بالمعنى الخاص. ممكن اقول لك يقسم الجهاد بالمعنى الخاص القتال من حيث الوسيله التي تستخدم فيه الى اربعه انواع، من حيث الوسيله التي تستخدم فيه الى اربعه انواع، او انواع الجهاد بالمعنى الخاص اربعه اذكرها، اللي هي الجهاد بالنفس والجهاد بالمال وبالكلمه والجهاد باعانه المقاتلين. في عندي شغلتين، انه هون الجهاد بالمعنى العام فيه اسمه جهاد بالنفس، جهاد جهاد النفس، وهون الجهاد بالنفس. جهاد النفس انه يصلح نفسه، انه ينهاها عن الغي وعن الهوى ويبعدها عن الشر ويجيبها على الخير، جهاد نفس. اما الجهاد بالنفس انه يرمي نفسه وشخصه ينزل في المعركة ويقاتل الاعداء ويصد عن بلاد المسلمين. اذا بنقول الجهاد بالنفس، خلينا نشوف واحد واحد، هو الخروج للقاء العدو واستخدام السلاح والمشاركة فعليا في المعركة وبذل النفس الرخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة اعلى انواع الجهاد. في اشي اعلى من انه الانسان يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ وهذا بكون ايش؟ بامر من رئيس الدولة. طيب النوع الثاني اللي هو الجهاد بالمال، وهو بذل المسلم ماله في تجهيز الجيوش بوسائل القتال المختلفة. يبذل ماله ليش؟ مشان يجهز الجيوش بوسائل القتال المختلفة، وتزويد الجيوش بالمؤونة اللازمة ووسائل النقل وكل ما تحتاج إليه الجيوش لإنجاز مهامها. يعني ببذل ماله، ببذل ماله بتجهيز الجيش، شراء سلاح، بودي لهم أكل، بشتري لهم سيارات أو بحط بنزين أو كذا إلى آخره، وكل إشي بتحتاجه الجيوش بروح بدفع ماله مشان يخفف عنهم. طيب اليوم تجهيز الجيوش بكون من موارد الدولة، لكن لو إنه احتاجوا من الناس بطلب ولي الأمر منهم إنه إحنا محتاجين حتى نجهز جيوشنا، وبفتح لهم مجال التبرعات، وبصير هذا التبرع نوع من أنواع الجهاد بالمعنى العام. وخلينا نأخذ بعض الصور من الجهاد، عفوا من الجهاد بالمال. واحد مثلا إقامة المصانع الحربية اللي بتصنع الأسلحة. اثنين بناء القلاع والحصون والمطارات والمواني العسكرية. ايش بالعسكري؟ مش انه والله باني مطار مدني، لا مطار عسكري، ميناء العسكري، وايش بالزم الجيوش. ايضا ثلاثة انشاء المراكز الصحية والمستشفيات العلاجية لمين هذول؟ للجيوش ومين كمان؟ واسرهم. تمام؟ الامر الرابع الانفاق على المجاهدين واسرهم وذويهم، يعني المجاهد يطلع يجاهد في سبيل الله بقول لك انا والله وراي اسرة، بيجي ناس من وراه بقولوا انت اطلع وما عليك واسرك واسرتك عندي وانا بدفع عليهم، وخذ هذا مال لك كمان استعين فيه في الجهاد في سبيل الله، اذا انفاق عليهم على اسرهم على ذويهم. ايضا يستلزم الجهاد بالمال اقامه المؤسسات الاقتصاديه والاستمرار في الانتاج. اللي بتمد ايش؟ ها مؤسسه اقتصاديه، والله راح فتح مثلا سوق اقتصادي ببيع وبشتري، سواء كان اكل ولا شرب ولا ملابس ولا مواد بناء ولا كذا، وببيع، لكن وين بتروح ارباحه؟ بترجع ارباحه للجيش واللي بيحتاجوه في اوقات الحروب وغير ذلك. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد بالمعنى في الجهاد بالمال، قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. بجهز غازي، هذا ايش صورة الصورة اللي فيه؟ صورة الجهاد بالمال، نوع الجهاد اللي فيه نوع الجهاد بالمال. طيب لو بدنا ناخذ منه صور، مثلا صور معينة اللي هي الانفاق على المجاهدين واسرهم وذويهم، ممكن احكي الخمس صور هذول، اقامة المصانع وبناء القلاع وانشاء المراكز وغير ذلك، الخمس صور اللي ذكرناهم. طيب الجهاد بالرأي والكلمة، يعني بالرأي والكلمة باللسان، الجهاد بالرأي والكلمة يعني باللسان. اللسان شو ممكن يقدم؟ ممكن يقدم خطابة، خطبة قوية وجزلة يقدمها للناس، ايش؟ بحثهم على الجهاد في سبيل الله. ممكن واحد ثاني يقول لك انا بألف شعر، والشعر هذا لما احكيه بخاطب القلوب والعواطف وبثير الناس للجهاد في سبيل الله. واحد ثاني بيقول لك انا بحب اكتب مقالات، اذا في عندي خطابة، كتابة، كمان شعر وما شابه ذلك، وذلك تشجيع المجاهدين على مواجهة الاعداء والثبات في ارض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بني قريظة لحسان بن ثابت، حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال اهجوا المشركين فإن جبريل معك.
اهجوهم ايه معنى الهجاء، يعني الشعر اللي بذمهم وبيستصغرهم وبين لهم انكم ضعاف وانكم انتم ما بتستطيعوا توقفوا امام جيش المسلمين، لذلك لما يهجوهم بضعفهم وبنزل الهزيمه في قلوبهم والرعب. طيب الجهاد بإعانة المقاتلين، الجهاد بإعانة المقاتلين، إعانة المقاتلين هو انك يعني توفر لهم الظروف وتقدم لهم الخدمات المناسبة للجيش القيام بواجباته، توفير ظروف وتقديم خدمات مثل المساعدة على جلب الطعام لهم، مثلا بروح بنقل منهم معهم او بيست بروح والله على المكان بجهز لهم البضائع حتى انها تروح لعندهم، او مداواة الجرحى، او حراسة المباني والمنشآت او غير ذلك تحتاجونه. طيب ممكن نقول بالمال، دائما المال في دفع مصاري، في دفع ايه؟ مصاري، بينما هون ايش في؟ هون في تقديم مساعدة لهم، بساعدهم مداواة جرح، رحت داويت عندهم، رحت جربتهم وقالوا لي هاي مصاري، روح تجيب الطعام، روح جبت لهم الطعام، قالوا ان هاي المباني بدنا حراس لها، باجي انا متطوع وبحرس لهم المباني، بحرس لهم المنشآت، بحرس لهم الاسلحه وكل شيء بيحتاجوا له. طيب هذا القتال والجهاد في سبيل الله ما شرح هيك عبث، له مبادئ، له مبادئ، له ضوابط. ممكن نقول بين ثلاثة من مبادئ القتال في سبيل الله، أو ممكن نقول أذكر ثلاثة أمور يحرم على المجاهد فعلها في أثناء جهاد المعتدين المحاربين. شفتوا سؤال بصيغتين مختلفتين والجواب واحد. طيب واحد، النقطة الأولى، المبدأ الأول أو ما يحرم، تحريم الاعتداء على الذين لا يقاتلون من النساء والصبيان وكبار السن والمرضى، بس بشرط ان النسوان ما تكون والله قاعده بتساعد بهالمقاتلين، والله لقيت مره في المعركه ما اقاتلها، لا، احنا بنقول هذول الناس المدنيين، النسوان، صبيان في بلاد، كبار السن، المرضى، هذول ما يعتدى عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عمر انه امراه وجدت في بعض المغازي في بعض الغزوات مقتوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني، وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر والخيانة أو التمثيل بالقتلى. وفاء بالعهد واجب، تحريم الغدر والخيانة أو التمثيل بالقتلى. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أمر أميرا على جيش، يعني حط قائد على جيش أو سري من السرايا بعثهم، أوصاه في خاصة نفسه بإيش؟ بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني بوصيك يعني دير بالك على المسلمين اللي تحتك ورأف فيهم وارحمهم. ثم يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، اغزوا ولا تغلوا. ايش معنى الغل؟ الا تغلوا، يعني لا تاخذوا من الغنائم قبل ما تقسم. الغل، الغل السرقه، بس مش السرقه بشكل عام، لا، السرقه من الغنائم. قال ولا تغدروا، اذا تحريم ايش؟ الغدر. صار بينكم عهد، والله كتبنا هالعهد وكذا واتفقنا وانهينا الحرب وتروح بالليل وانك ناكث العهد. قال ولا تمثلوا، التمثيل يعني نجيب الجثة ونبلش نقطع أصابع، نبقر بطون، نقطع أنوف، نقطع أذان مثل ما بيعملوا الكفار الإرهابيين. قال صلى الله عليه وسلم، قال ولا تقتلوا وليدا، مرمانا في قتال، ممنوع قتال النسوان أو الصبيان. طيب هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تحريم الاعتداء على أماكن العبادة، على الكنائس، والله لأنه الهدف من الجهاد نشر الخير والأمن في الأرض وكذا، مش قضية والله هذول الكفار والله كنائس خلنا نكسر هذه الكنائس، او انه مثلا الاعتداء على الاشجار او الاعتداء على البيئه. ليش؟ طيب لانه هذا شكل من اشكال الفساد، بطل يصير جهات، صار فساد. اذا بدي اروح والله اهدم بيت او اهدم مثلا مصنع او اقطع شجره او احرق مزرعه، او انه مثلا على اماكن عباده على الكنائس او كذا وما شابه، هذا فساد. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. اذا هاي عندي ثلاث امور او ثلاث مبادئ او ما يحرم على المجاهدين فعله، هذول عندي ثلاث ان شاء الله. في بعض الاسئله الوزاريه، طبعا هذا السؤال الوزاري جاء، يعني هذا اللي حكيناه قبل شوي، له تحريم الاعتداء على اماكن العباده او العبث بالاشجار والبيئه، هذا شيء محرم، علل ذلك، بنقول لانه شكل من اشكال الفساد. طيب في اسئله يعني وزاريه في دائره، مثلا بقول جلب الطعام للجيش للقيام بواجباته في رد المعتدين يعد جهادا بالنفس ولا بالمال ولا بالراي والكلمه ولا باعانه المقاتلين؟ انتبهوا، في جلب الطعام، جلب الطعام الان ممكن يشتبه عليك انه بالمال ولا بإعانة المقاتلين؟
هون جلب الطعام مش شراء الطعام، لو شراء الطعام لهم يعني دفع ماله واشترى لهم وراح تبرع لهم الطعام بصير من المال، لكن لما جلب الطعام لهم قالوا له روح هاي المال روح جيب الطعام هذا بنسميه بإعانة المقاتلين. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. الحديث يشمل نوعا من انواع الجهاد، ايش هو؟ بالكلمة ولا بالنفس ولا بإعانة المقاتلين ولا بالمال؟ من جهز غازيا في سبيل الله، تجهيز الغازي اشتريت له سلاح كذا بالمال. السؤال الأخير ما نوع الجهاد بالمعنى الخاص من حيث الوسيلة في كل من الحالتين الآتيتين؟ شوفي شباب من حيث الوسيلة إيش نوع؟ أنا في عندي دائما لما يجيبوا لي الشغلة زي هيك الأربع أنواع هذول بحطهم على طرف الورقة وببلش، إذا أنا طبعا ناس يعني مش عارف أجاوب على الجواب بحطهم على جنب الورقة وببلش أقيس. واحد تزويد الجيوش بالمؤونة اللازمة. شو نوعها تزويد الجيوش بالمؤونة اللازمة؟ رحت اشتريت مؤونة، رحت اشتريت معونة وزودتهم أكل، تمام؟ شراب، أكل، مثلاً أدوية، علاجات، كذا. إيش نسميه؟ هذا الجهاد بالمال. طيب الثاني حراسة المباني والمنشآت العسكرية، أنا بنفسي رحت، ها؟ بنسميه الجهاد بإعانة المقاتلين. ويا ريت إنه النقطة الرابعة ما حطوها خلوها الجهاد بالنفس أو الجهاد بالنفس، لأنه قام بنفسه وجاهد، هذا جاهد وقف وجاهد، لكن على أي حال دائما التمييز ما بين المال وإعانة المقاتلين إنه هنا النفس بتحرس، النفس بتجيب كذا، يعني خدمات، يعني خدمات، بينما هون بالمال دفع مصاري، دفع مصاري. ممكن والله راح اشترى بماله مؤونة وجلبوا للمجاهد وجلبوا لهم، ونقول هذا ثنتين، لا نقول واحدة بس، خلص الجهاد بالمال، تمام؟ إذا هذا ما يتعلق بدرس الجهاد في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم ويرفع درجاتنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، ونشوفكم إن شاء الله في معدلات عالية وترفع رؤوسنا ورؤوس أهاليكم. الله يحفظكم ويوفقكم يا رب.